لا 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 اكتر في مصر. نسخه خمسه مهرجان الجونه زينة حاجه بتميزها بالجنب هنا زينة 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 رقم واحد رقم اثنين عينك هنا تنظيميا هي الاكثر هنا جزينة هنا هنا لانه احنا على مدى السنوات الماضيه كان عندنا انجاز جيد جدا الاشياء العظيمه اللي حققت واللي لقت اهتمام من قبل الجمهور والسينمائيين لكن في داخل العمل نحس احنا هناك كثير من الاخطاء والمشاكل وهذه السنه وصلنا الى مرحله نعتقد انه احنا وصلنا الى مرحله النضج